أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع الأذان أو الدعاء في نغمة الجوال بدلا من نغمة الجرس؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من استخدام القرآن في غير ما أنزل له، استخدم ما هو لأجل التلاوة أو لأجل، إنما للتنبيه فقط، وهذا يكفي أنه يجعل في الجوال منبه، منبه من غير القرآن. القرآن لا يستخدم للحاجات والأشياء، لا يستخدم إلا فيما أنزل له، هو التدبر والعمل، لا يستخدم منبها أو ما أشبه ذلك. نعم. وهذا فيما أعلم صدر فيه من المجمع الفقهي في مكة قريبا منع من هذا الشيء، صدر فيه منع من هذا الشيء. نعم.